من واجبنا ان احنا النهارده نكون في الوقفه دي او في المسيره دي اللي بتعبر عن شعب لدعمه لسيادة الرئيس وحبا في شعب مطروح. جاي من اسكندريه النهارده وطلع الطلبه النهارده بعد امتحاناتهم من طلبه عندنا شغالات امتحانات وان في طلبه كتير النهارده كانت شغاله حتى في دورات تدريبيه بالنسبه لهم. طلعنا جينا في المسيره ونشوف العالم عشان نبتدي نشارك مع اهل مطروح ونشارك النشاط الطلابي يبتدي يكون ليه وقفه مع اهل مطروح ونحس بيهم كدعم قوي وفيه نهوض وثقافه الناس تبتدي تعبر عن رايها وتبتدي تشارك في المسيره اللي موجوده في حب مصر. احنا جايين النهارده بنشارك عشان نقول تحيا مصر ونحيي الرئيس ونقول له توكل على بركه الله والانجازات بتتكلم عن نفسها. احنا جامعه اسكندريه فرع مطروح وان شاء الله باذن الله من انجازات الرئيس ان شاء الله باذن الله هنسمع جامعه مطروح ان شاء الله ممكن ان شاء الله يعني على الابواب ان شاء الله ودي خير جاي لمطروح ولاهل مطروح والمصر كلها ان شاء الله باذن الله. احنا دي لتاني مره بنشارك في المسيره او بنعمل المسيره. احنا المنفذين لهذه المسيره الشعبيه الحاشده بتأييد سياده الرئيس. احنا المره اللي فاتت وقفنا عملنا مسيره وقفنا مع سياده الرئيس ودعيناه للترشح والفتره اللي فاتت كلها الاربع سنوات او المده اللي سياده الرئيس قضاها الفتره اللي فاتت حقق لنا معظم احلامنا اللي احنا قلناها له. يعني يمكن اقوى شيء فيها اتعمل ميناء جرجوب الميناء العالمي الضخم ده علاوه على المشروعات الخدميه زي مشروعات الميه مشروعات الصرف الصحي مشروعات الكهرباء. بصراحه احنا كنا محافظه مهمشه بتعاني من سوء الخدمات وقلتها وضعفها بتعاني من عدم وجود اي مشروعات قوميه. كل ده قلناه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره ترشحه اول مره. فاحنا النهارده بنستكمل المسيره معاك وبنقول لك احنا مش بنرد الجميل، لا ده احنا واقفين معاك اقتناعا بسيادتك اقتناعا بمصر اللي بتبنيها مصر الحديثه. تعالى كده.